السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، معكم ميس وفاء. درسنا النهاردة يا ولاد بعنوان نول وخيوط. يعني إيه كلمة نول؟ النول هي أداة تنسج بها الخيوط، زي الأداة اللي انتوا شايفينها في الصورة دي. الأداة دي بقى موجودة فين أو مين بيستخدمها؟ في محافظة سوهاج، في بلدة اسمها أخميم. البلدة دي أكتر ناس مشهورة بصناعة الخيوط ونسج الغزل بالنول. نقرأ بقى القصة. مين بيحكي لنا قصة النهاردة؟ ولد بطل قصتنا النهاردة اسمه حمدي، هو اللي بيحكي عن محافظته وعن بلده وعن بيحكي عن اللي كان نفسه يعمله بالنول. نقرأ مع بعض. في بيوت بلدتنا أخميم بمحافظة سوهاج أنوال وخيوط، كل العائلات تغزل أغطية وسجادا ومفارش وشيلانا. يعني بيقول إن في بلدي أخميم موجودة في محافظة سوهاج كل الناس، كل العائلات أو كل الأسر بتغزل أغطية، أغطية جمع غطاء، وسجادا، سجادا مفردها سجادة، ومفارش مفردها مفرش، وشيلانا، الشيلان مفردها شال، الشال اللي هي قطعة من القماش وبتضع على الأكتاف. عارفين يا ولاد؟ يلا نكمل باقي الدرس. يكمل حمدي القصة ويقول رقم 2: في ليلة كنت جالسا أفكر، فدخل خالي وسألني: بماذا تفكر يا حمدي؟ قلت: لقد اقترب العيد وأريد أن أهدي أمي هدية، أريد أن أهدي أمي هدية جميلة، فهل لديك اقتراحات يا خالي؟ يعني اقتراحات يعني آراء. رد علي خالي إيه؟ فرد خالي: ما رأيك أن تغزل لها شالا بلونها المفضل ليشعرها بالدفء؟ فقلت بسعادة: إنها فكرة رائعة. يعني يا ولاد بيحكي لنا إن هو في يوم كان بالليل كان قاعد يفكر، نفسه يعمل العيد قرب ونفسه يجيب لمامته هدية أو يعمل لها، يجيب لها هدية جميلة. فما دخل خاله عليه وسأله: أنت محتار ليه؟ فقال له: قولي رأيك، أنا نفسي أفاجئ ماما وأعمل لها هدية حلوة، أعمل إيه؟ فخاله اداله رأيه، إنه قال له: إيه رأيك تنسج لها أو تغزل لها شال بلونها المفضل، وده هيخليها تشعر بالدفء. فبسط جدا من الفكرة دي وقال له إنها فكرة رائعة، يعني فكرة جميلة، رائعة يعني جميلة. رقم 4: وفعلا يا ولاد عجبته الفكرة جدا حمدي، وراح على طول لجده عشان يساعده. وبيقول لنا إيه؟ ساعدني جدي في غزل الخيوط على النول، ثم قال لي: تعال واختر نقوشا تغزلها على الشال. يعني إيه يا ولاد نقوش؟ يعني زينة، احنا ممكن نزين الشال ونكتب عليه اللي احنا عايزينه او نزينه باي اشكال عن طريق النولي. فطبعا جده هو اللي ساعده وغزل لمامته الشال، وكان بيختار الزينة اللي هيزين بيها الشال اللي هيدي لمامته. تعالوا نشوف رقم 5: وفي يوم العيد فاجأت امي بشال اخضر مكتوب عليه حبيبتي. يعني يا ولاد فعلا هو اختار النقوش او الزينة اللي نسجها على الشال كلمة حبيبتي، وفرحها جدا بشال أخضر، ومامته فرحت جدا. رقم 6: فرحت أمي وامتلأ البيت بضحكاتها في نهار العيد وسط العائلة. مامته فرحت جدا بالشال وامتلأ البيت فرحة، وفضلت تضحك ومبسوطة في العيد وسط العائلة كلها. نيجي يا ولاد لمعاني كلمات الدرس. الكلمة ومرادفة يعني معناها، كلمة تغزل يعني تنسج، تغزل يعني تنسب، اقتراحات آراء، اقتراحات آراء، رائعة يعني جميلة، رائعة جميلة، كلمة نقوش يعني زينة، نقوش زينة. المفرد والجمع: كلمة نول جمعها أنوال، نول أنوال، كلمة شال جمعها شيلان، شال شيلان، العائلة جمعها العائلات، العائلة العائلات، كلمة غطاء جمعها أغطية، غطاء أغطية، كلمة سجادة جمعها سجاد، سجادة سجاد، هدية
هدايا جمع هدية هدايا. الكلمة والمضاد يعني كلمة وعكسها، كلمة كل عكسها بعض، كل عكسها بعض. اقترب عكسها ابتعد، اقترب ابتعد. رائعة عكسها قبيحة، رائعة يعني جميلة عكسها قبيحة. سأل عكسها أجاب، سأل مضادها أجاب. سعادة عكسها شقاء، سعادة عكسها شقاء. فجأة عكسها توقع، فجأة عكسها توقع. برافو عليكم يا ولاد. المعاني دي كلها يا ولاد تتحفظ، مفروض حفظ، نحفظها بالورقة أو القلم. تعالوا نشوف نظام الأسئلة اللي تسئل من الدرس ده. أول سؤال بيقول بما تشتهر أخميم بمحافظة سوهاج؟ بتشتهر بإيه يا ولاد؟ تشتهر بالغزل. برافو. ما اسم البلد اللي عايش فيها حمدي؟ اسم بلد اسمها أخميم. بما تشتهر أخميم؟ تشتهر بالغزل. سؤال رقم 2، بماذا تغزل العائلات في بلدة أخميم؟ بماذا تغزل العائلات في بلدة أخميم؟ تغزل أغطية وسجادا ومفروشات وشيلان. برافو. السؤال الثالث، فيما كان يفكر حمدي؟ كان يفكر حمدي أن يهدي أمه هدية جميلة، أن يهدي أمه هدية جميلة. السؤال الخامس، ماذا اقترح الخال؟ اقترح أن يغزل لأمه شالا بلونها المفضل. هو ده الاقتراح، أن يغزل لأمه شالا بلونها المفضل. سؤال رقم 6، لماذا اقترح الخال فكرة غزل الخيوط؟ ليه؟ لأن ارتداء الشال سيشعر أمه بالدفء، ارتداء الشال سيشعر أمه بالدفء. سؤال رقم 7، من الذي اختار نقوش الشال؟ من اللي اختار نقوش كلمة حبيبتي؟ حمدي هو من اختار نقوش الشال. بماذا فاجأ حمدي أمه؟ سؤال رقم 8، بماذا فاجأ حمدي أمه؟ فاجأها يوم العيد بشال أخضر مكتوب عليه حبيبتي. بما شعرت الأم؟ سؤال رقم 9، شعرت بإيه أول ما ادها الشال؟ شعرت الأم بالفرحة وامتلأ البيت بضحكاتها في نهار العيد وسط العائلة. لو رجعنا تاني يا ولاد من أول الدرس عشان أستخرج أو أفسر كل كلمة، أشوف دي كلمة اسم ولا فعل، فيها مد ولا ما فيهاش مد، فيها لام شمسية أو لام قمرية. أنا عايزاك تعمل بعد كل درس قراءة بناخده جدول تستخرج فيه الاسم والفعل والحرف الجر وكمان التنوين إن وجد واللام الشمسية واللام القمرية. تمام يا ولاد؟ يلا نبتدي مع بعض. كلمة نول اسم ولا فعل؟ برافو، اسم. طب كلمة نول الواو دي مد ولا لأ؟ لأ، لأن كلمة نول الواو عليها سكون. وخيوط، كلمة خيوط برضو كلمة اسم مفردها خيط، وكلمة خيوط فيها مد بالإيه؟ بالواو. برافو، الحرف الممدود ياء. في حرف جر. برافو. بيوت اسم ولا فعل؟ اسم. برافو، فيها مد بالإيه؟ بالواو. بلدتنا، كلمة بلدة اسم ولا فعل؟ برافو، اسم. أخميم اسم. بمحافظتي اسم. سوهاج اسم. طب عرفنا يا ميس كل دول اسم منين؟ احنا اتفقنا الاسم بنعرفه اسم انسان، اسم حيوان، اسم بلاد، اسم جماد، اسم نبات، اسم صفات، او كلمة اولها تاء مربوطة او كلمة اخرها تاء مربوطة، زي كده قصدي، كلمة اخرها تاء مربوطة او كلمة اولها الف ولام او كلمة اخرها تنوين. تاني، يبقى علامات الاسم، كلمة اولها الف ولام، كلمة اخرها تاء مربوطة او كلمة اخرها تنوين. يعني كلمة محافظة اخرها تاء مربوطة، محافظتي، يبقى دي اسم. سوهاج طبعا دي اسم محافظة، يبقى اسم. انوال اسم. خيوط، طب كلمة انوال فيها مد بالايه؟ برافو، مد بالالف، انوال، لكن الواو مش مد. وخيوط قلنا مد بالواو. كل، كلمة كل دي اسم ولا فعل؟ اسم. طب انا يا ميس مش عارف هي دي ولا كلمة انسان ولا اسم انسان ولا حيوان ولا جماد، اعرف منين؟ احط لها الف ولام، اجرب احط لها، ينفع الكل؟ اه، طالما قبلت الالف ولام تبقى اسم. العائلات
اسم عشان فيها برضو ألف ولام وتدل على إنسان أهو. تغزل، تغزل اسم ولا فعل ولا حرف جر؟ تغزل ده فعل، برافو، ده عمل معين في زمن معين. تغزل ده فعل مضارع لأنه بيحصل دلوقتي ومستمر معانا. أغطية، كلمة أغطية يا ولاد أولا هي اسم جماد، ثانيا فيها تاء مربوطة وكمان تنوين، يبقى كل دي علامات الاسم، يبقى كلمة اسم. طب أغطية فيها مد؟ لا، لأن الياء عليها تشكيل وقلنا لازم ما يكونش عليها فتحة همزة ولا تشكيل. سجادا اسم ولا فعل ولا حرف؟ برافو، اسم برضو عشان في تنوين. طب في مد ولا ما فيهوش مد؟ برافو، في مد في نص الكلمة والحرف الممدود، مد بالألف والحرف الممدود جيم. مفارش اسم ولا فعل؟ اسم وفيها مد بالألف والحرف الممدود فاء. وشيلانا، شيلانا مد اسم ولا فعل الأول؟ اسم. طب فيها مد ولا مفيهاش؟ ده فيها اتنين مد، شي الياء دي ماء مد والشين حرف الممدود، ولا شيلانا الألف ده مد واللام هي الحرف الممدود. أنا عايزاك تستخرج لي يا ولاد من كل الدرس الاسم والفعل وحرف الجر والكلمات التي بها مد كمان، ماشي؟ وإن شاء الله تبعتوها لي، تصوروها وتبعتوها له على الإلماس. واجب النهاردة في الكتاب الوزارة الملون صفحة 87، صفحة 84 85 سوري صفحة 84 85 ده واجب النهاردة في الكتاب الملون. واشوفكم على خير ان شاء الله في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.